مجلس شورى بنغازي هو جهاد ضد طاغية وعدو صائل على المدينة، موضحا أنه لا شك لديهم فيما وعدهم الله به من نصر على هؤلاء الطغاة، وأنهم سوف يرون هذا النصر عاجلا غير آجل، مضيفا أن ما يحدث ليس إلا تمحيصا يميز الله به الخبيث من الطيب. على مدينتنا بنغازي الحبيبة لا نشك أبدا في ما عند الله عز وجل وما وعدنا به من النصر على هؤلاء الطغاة، وبإذن الله نرى هذا النصر قريبا عاجلا غير آجل بإذن الله. اللهم إنه إلا تمحيص وليميز الله الخبيث من الطيب، وليرى المجرمون ما صنعوه بأيديهم وما وليعلم أهل مدينة بني غازي والذين تواطؤوا والذين وقعوا في هذا العمل الذي للأسف سيسجله التاريخ في أسوأ السطور التي مرت بها ليبيا، والمدن التي خانت هذه المدينة وخانت رجال مدينة بنغازي وكان عداؤها واضح لثورة 17 فبراير التي ظهرت على الظلم وعلى وسيعو هذا الأمر، ولكن للأسف بعد فوات الأوان، ونسأل الله عز وجل. شنت طائرة تابعة لما يعرف بالكرامة غارة جوية استهدفت منطقتي الفتايح والظهر الحمر جنوب شرقي درنة. مصدر محلي من المدينة أضاف في تصريح للتناصح أن القصف خلف أضرارا في بيوت ومزارع المواطنين، ولم يفصح المصدر عن وقوع أي إصابات بشرية. هذا وكان ثلاثة من عناصر السرية الأولى التابعة لميليشيات الكرامة قد أصيبوا بجروح متفاوتة في اشتباكات مع مقاتلي شورى درنة مساء السبت. شهدت قاعدة تمنهنت والمناطق المحيطة بها هدوءا حذرا منذ ليلة الأمس، وذلك بعد قصف مكثف قبيل يومين قبل ميليشيات تابعة لما يسمى الكرامة. ناطق باسم الكتيبة 201 مشال وليد سالم أكد لقناة التناصح أن القوات التابعة لهم لا زالت تسيطر على كافة تمركزاتها، مشيرا إلى أن غياب طائرات ما يعرف بالكرامة عن سماء المنطقة راجع لسوء الأحوال الجوية هذه الفترة حسب قوله. يبدو أن حفتر نسي أو تناسى حروب تشاد وكيف خرج منها أسيرا، ويبدو أن طبول الحرب التي يدقها في الجنوب سوف تصنع منه أسيرا للمرة الثانية لو اجترأ واقترب من ساحة القتال. لقد أجبرت الظروف السياسية والأمنية والاقتصادية التي تمر بها المنطقة الجنوبية الأهالي على الصدع بالحق والوقوف إلى جانب الإعمار والبناء وإدانة الحروب والقصف الذي هدفه الوصول إلى السلطة والحكم بدعوى محاربة الإرهاب كما يفعل مجرم الحرب حفتر. الحقيقة يعني ما يجري في الجنوب في هذه الأيام من أعمال أشبهها يعني حقيقة بالأعمال الطفولية الصبيانية التي يقوم بها يعني بالنايل بالسفير حفتر في الجنوب عندما فشل الأسبوعين الماضيين وقبلها بشهرين من جر المنطقة إلى اقتتال داخلي أو إلى بسط عملية كرامة نبش القبور وكرامة حرق الجثث في الجنوب، حاول هذه الأيام أن يحدث أشياء مثل زوبعة. يبدو أن حفتر نسي أو تناسى حروب تشاد وكيف خرج منها أسيرا في 22 من مارس 1987 بعد أن بدأ انهيار برجه العاجي بسيطرة التشاديين على مخيم جوغاني، فأصبحت الطريق مفتوحة إلى وادي الدوم، وبعدها سقط صنديد الكرامة وطائراته ومئات من الدبابات والأسلحة المدرعة أسيرا في يد حسن جاموس.
ومجموعة من مقاتليه في معركة عرفت بمعركة التويوتا. كان خليفة حفتر لعدم معرفته بالشؤون العسكرية والصحراء يدفع بآليات ثقيلة وساحبات عسكرية إلى الصحراء، وهو ما يثبت أنه لا يجيد فنون الحرب، في حين كانت آليات التشاديين السيارات الخفيفة والمزودة بالمدافع وبعض المدافع المجرورة بالعجلات. لقد تفوقت الخبرة على النياشين والرتب، رتب السنديد في حربه التي كان يخفيها سيده على الشعب الليبي، والتجربة تتكرر في صحراء ليبيا وليس ببعيد عن فيا لارجو وأبشة وأوجنجا وفادا ووادي الدوم الذي أفقده كرامته. كرر التجربة في بنغازي وشرق ليبيا، وأطلق العديد من العمليات التي تثير الغرابة والدهشة، فعمليات الكرامة والحتف والرصاص المصهور والضربة القاضية لا تعلق إلا في أذهان الأطفال التي شاهدوها في مسلسلات الكرتون. وأخيرا يقع به المطاف في المنطقة الجنوبية الكارهة لمغامراته وتدميره للبنيان بعقلية وأسلحة الخمسينات والستينات القائمة على التدمير الشامل. ما تزال تجربة بنغازي عالقة بأذهان الجميع، وما قصف سبها وهون وتدمير المرافق فيها إلا عينة واضحة لطبيعة ما ينتوي حفتر فعله في بقية المدن. فجاهر أهل الجنوب من غات إلى سبها إلى الجفرة وغيرها من المناطق بالحق، داعين إلى بناء البلاد وعدم تدميرها. وبالمختصر المفيد الذي تركه القذافي، أتى حفتر ليدمره ويجثم على كرسي الحكم 40 أخرى سوف توصل أبناءنا إلى ما نحن عليه الآن. فهل تنتصر عقلية البناء والوعي؟ أم سيعيد عسكر الانقلابات الكرة ليستلم الكراسي ويعيث في البلاد فسادا؟ توجه كل من مجرم الحرب حفتر ورئيس المجلس الرئاسي المقترح فايز السراج المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر مساء الاثنين إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي. وبحسب مصادر دبلوماسية فإن اللقاء تم الإعداد له عن طريق اللجنة المصرية برئاسة محمود حجازي، وسيناقش اللقاء بحسب ذات المصادر إلغاء حقيبة وزارة الدفاع في حكومة السراج وإيجاد مناطق عسكرية موزعة على كامل ليبيا، إضافة وإضفاء تعديلات على بعض النقاط باتفاق السخيرات. هذا وكانت وكالة سبوتنيك الروسية قد نقلت عن عضو بالبرلمان المنحل الأحد أن اجتماعا مرتقبا سيجمع حفتر مع السراج في العاصمة الإماراتية أبوظبي. ينضم إلينا مشاهدينا عبر الهاتف المحلل السياسي السيد إبراهيم عبد الصمد. سيد عبد الصمد، أهلا وسهلا بك على شاشة قناة التناصح. وإذا ما التقى هؤلاء الأربعة، ما الذي يمكن أن ينتج عنه وما هي أبعاد مثل هذا اللقاء في هذا التوقيت؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم، هذا اللقاء جاء منذ تم الإعداد له منذ تقريبا أكثر من شهر. كان متوقع أن يحدث في مصر في القاهرة، ولكن يبدو أنه تم تغيير المكان. ولكن هو لقاء يأتي في سياق اللقاءات المتكررة بعد أيام قليلة من لقاء روسي جمع في مجلس العسكري مصراتة، وهو كما أشرنا في لقاءات سابقة يهدف إلى عدم عرقلة دخول حفتر إلى طرابلس كما هو مخطط له. اللقاء جاء بعد أن نجح السراج في تنفيذ الترتيبات الأمنية المتعلقة بالعاصمة طرابلس، حيث أبعد الثوار وأبعد المؤتمر وحكومته من العاصمة. الآن حسب الواضح أن سيطرة السراج على العاصمة تبدو شبه متكاملة، وحسب وثيقة تسخيرات ترتيبات الأمنية تنص على تفعيل الجيش والأجهزة الأمنية، يعني بد أن يدخل الجيش، والمقصود بالجيش هو جيش حفتر يعني كما نصت وثيقة تسخيرات عليه. فالخطوة التالية هي دخول حفتر للعاصمة طرابلس وتفعيل الأجهزة الأمنية، وهي أجهزة الأمن الداخلي والخارجي وباقي الأجهزة الأمنية كما حدث في المنطقة الشرقية.
نعم أخي. طيب سيد عبد الصمد، من خلال إجابتك على السؤال قلت بأن اللقاء جاء الترتيب له منذ شهر، وكذلك ذكرت زيارة وفد قوات البنيان المرصوص إلى روسيا، ذكرت بأنها لتنظيف الطريق أمام حفتر للدخول إلى طرابلس. هل تعني بأن هناك ضغوطات مورست على وفد البنيان المرصوص وقادة مدينة مصرات العسكريين عندما ذهبوا إلى روسيا؟ بالتأكيد بالتأكيد، أنا أشرت في لقاء سابق مع قناتكم الموقرة يعني لهذا النقطة، يعني يبدو أن استعملوا معهم أسلوب الترغيب والترهيب، ربما حتى تهديد مبطن من روسيا بأنه سيتم قصف مصرات أو غير ذلك. المهم لأن القوة الرئيسية في غرب ليبيا التي يمكن تعيق دخول حفتر هي مصراته، لذلك استدعوا المجلس العسكري مصراته إلى روسيا، وربما قدموا له بعض الضمانات بأنها لن تتعرض مصراته إلى قصف أو دخول من قبل قوات حفتر أو ما إلى ذلك، ربما حاجة من هالقبيل يعني، أو محاولة الصلح بينهم وبين حفتر. أنا لا أعلم رد المجلس العسكري لمصراته، هم في روسيا اعتبروا حفتر مجرم حرب ولا يمكن القبول به، ولكن عندما رجعوا إلى طرابلس لم نرى أي بيان واضح حول الزيارة وما حدث فيها. كلما تداوله وسائل الإعلام هو لقاء تشاوري أو تعارف على قوة البيان المخصوص، ولكن هذه لا أعتقد أنها هي الهدف الرئيسي من الزيارة. لا زالت الأهداف الرئيسية من تلك الزيارة وماذا حدث فيها غامضة. حدث الزيارة بعدها لوفد روسي نائب وزير الخارجية إلى طرابلس والتقى بالسراج، وهذه الخطوة التالية وهي لقاء حفتر بالسراج. هو الحقيقة السراج يعتبر يلتقي بالسلطة العليا، لأن السلطة العسكرية هذه بالنسبة لهم هي السلطة العليا خارج الحوار. منذ بداية الحوار أعلنوها أن نعم. طيب سيد عبد الصمد، هل لقاء حفتر والسراج صعب ومعقد ويحتاج إلى ترتيبات دولية إلى هذه الدرجة؟ لا 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 لا، علاقة سراج بحفتر هي علاقة الموظف برئيسه، يعني هو مجرد حفتر يطلع يأخذ منه ماذا نفذ حسب الخطة، يعني اللي هي تمثل في إرسال هو حفتر أرسل السراج، إنه السراج في النهاية عضو في برلمان حفتر الذي يسيطر عليه حفتر، لذلك فرسله لطرابلس وفق وثيقة الصخيرات. قلنا في السابق أنها مجرد مسرحية، هي تهدف النهاية هي قنطرة لتمكين العسكري لدخول عاصمة طرابلس، وكان هم كرروها أكثر مرة، قالوا سندخل طرابلس بدون حرب، يعني سيدخل طرابلس عن طريق مسرحية الصخيرات وعن طريق السراج والمجلس الرئاسي والوفاق وذلك، يعني الطريقة الآن ممهدة لدخول حفتر إلى طرابلس. أنا لا أعلم ردة فعل الثوار، هل هناك ستكون ردات فعل مفاجئة غير متوقعة؟ أنا لا أعلم، ولكن هذا الموضوع ترتيب دخول حفتر إلى طرابلس وقواته وما تسمى القيادة العامة إلى طرابلس، هذه تحتاج إلى ترتيب مع السراج، لأن السراج يتولى تنفيذ الترتيبات الأمنية. السراج دخل إلى طرابلس لتنفيذ ثلاث مهام رئيسية، الأولى إبعاد المؤتمر وحكومته، المهمة الثانية وضع يده على الموارد المالية، المهمة الثالثة هي الترتيبات الأمنية، تمهيد الطريق لدخول حفتر إلى طرابلس وتفعيل الأجهزة الأمنية. هو بدأ في تفعيل الأجهزة الأمنية عن طريق تعيين ضباط في أجهزة أمن القذافي السابقة في المخابرات وغيرها، والآن يلتقي بالشق العسكري، يلتقي بحفتر لترتيب من ينوب عنه، ليس شرط أن يدخل حفتر، ربما يدخل من ينوب عنه وحفتر يدخل في وقت لاحق. نعم. طيب سيد عبد الصمد، كلام أو نقاط مهمة جدا أثرتها، وكلام ربما حتى خطير جدا، تفعيل المنظومة السابقة الأمنية بالتحديد من قبل السراج، وكذلك دخول حفتر وربما حتى بدعم روسي أو ربما بترتيبات دولية ومساومات حتى دولية أو ربما حتى تهديدات عسكرية دولية. كيف سيكون مصير قادة مصرات العسكريين وثوارها، وأنت تعلم ما الذي فعلته للقذافي في 2011، وتعلم مدى كره المنظومة السابقة لها وما فعلته مصرات في إنجاح ثورة 17 فبراير؟ هل سيرضى حفتر والسراج والمنظومة السابقة بأن تحتفظ بقوتها العسكرية أو حتى أن تمر العملية دون أن تتعرض مصرات لأي أذى؟ هي العملية وكل يوم وكل الثور الأبيض، يعني هم نجحوا عن طريق الصغيرات في يعني مصرات الآن لوحدها، يعني مصرات عن طريق المجلس البلدي الذي كان يحكمها فرطت في جميع حلفائها، يعني الآن المدن الغربية كل مدينة لوحدها، يعني مصرات لوحدها، الزاوية لوحدها، المناطق الجبل لوحدها، يعني كل مدينة تعتبر لوحدها، ولكن هذا هو الواقع، يعني الوضع خطير جدا. طيب سيد عبد الصمد، حفتر نعم. حفتر انقلب أو صفى حتى من كان معه من القيادات العسكرية في المنطقة الشرقية وهم من شاركوا في الحروب وارتكبوا جرائم باسمه وتحت طوعه،
أما مصراتة فهي كانت ندا له وعارضته في مشروعه ووقفت ضده ودعمت مجلس شورى ثوار بنغازي. كيف سيرضى حتى مع الصف الذي انضم إليه، كيف سيرضى بأن تكون معه شريكة في العملية السياسية في المستقبل وهي قوة عسكرية كبرى في المنطقة الغربية؟ هذا الإجابة يجيب عنها المسؤولون الذين ماذا حدث. يعني في الحقيقة هناك يعني عدم وضوح في أسباب الزيارة. نحن لا يمكن نقتنع أن روسيا لا تعلم ماذا يحدث، ماذا تفعل البنيان المرصوص. أنا لا أتكلم عن روسيا ولا أتكلم عن البنيان المرصوص، أنا أتكلم في حال ما أن حفتر دخل إلى طرابلس بتفعيل السراج للمنظومة الأمنية. الآن في المشهد فقط أتحدث افتراضا أن حفتر والمنظومة السابقة فقط هم الموجودون في طرابلس، ماذا سيكون مصير من هم في مدينة مصراتة؟ جميع المدن سيتم تجريدها من السلاح، لأن هي الوثيقة. يعني السلاح هذا كانوا يتحدثون منه تسليم الأسلحة، يعني لا يمكن يسمحوا لأي مواطن ليبي أن يملك حتى بندقية تلاشيه، لا يمكن يسمح بها. هذا يعني أن الحرب لن تنتهي سيد عبد الصمد. نعم لن تنتهي، الحرب تبدأ بشكل آخر. ولكن أنا أقول هو ليس حفتر الذي يتخلص من يحرق الذين معه، حتى السراج تخلص من عائلة الجذران والآن سيتخلص من المهدي البرغفي. في هذا الاجتماع سيتخلص من مهدي البرغفي، ولاحقا سيتخلص من الأحزاب التي تشارك معه في المجلس الرئاسي. ستنتهي مشاركة هذه الأحزاب. الذي أدرك هذه اللعبة هو حسن الكوني عضو المجلس الرئاسي، أدرك هذا اللعبة وعرف الحقيقة فبكى وانصرف. أما الأحزاب فباقية إلى أن يتم طردها. ستغادر هذه الأحزاب إلى من أين جاءت. الذي جاء من أوروبا سيرجع لأوروبا، والذي جاء من أمريكا سيرجع لأمريكا، وسيواجه الثوار مصيرهم لوحدهم. هذا ما حذرنا منه أكثر من مرة، وقلناها أكثر من مرة، إن وثيقة الصغيرات مجرد قنطرة لعبور العسكر الاستيلاء على ليبيا. وهذا ما يحدث الآن وراه رأي العين. كل من يقول عكس هذا الكلام وغير هذا الكلام فهو إما واهم أو لا يفهم في يقرأ المشهد بصورة صحيحة. نعم السيد إبراهيم عبد الصمد المحلل السياسي، شكرا.